بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مره اخرى في برنامج مشروعات صغيره على قناه مصر التعليميه النهارده هنتكلم عن الدهون المتهم البريئه الدهون في الحقيقه كثير من الانظمه الغذائيه بتعت او بتبص انها مصدر خطر لكن الدهون في الحقيقه هي بريئه من ذلك لان الدهون والزيوت شيء اساسي ما نقدرش نستغنى عنه ما نقدرش نستغنى عنه لان لو استغنينا عنه معنى كده هيحصل لنا اعراض مرضيه. الزيوت والدهون بتحمل مركبات بيحتاجها الجسم اساسيه للجسم لو احنا انتقصنا من حق هذه الدهون والزيوت معنى كده انها تظهر علينا اعراض مرضيه زي ايه؟ أولًا الزيوت هي مصدر من زيوت والدهون مصدر من مصادر الفيتامينات الذوابة في الدهون الفيتامينات الذوابة في الدهون اللي هو فيتامين A وD و وK أو ممكن نسميه باللغة العربية أكده يعني ألف وكاف ودال وهي أوكي okay so الزيوت والدهون بتحمل الفيتامينات الذوابة في الدهون التي ممكن نطلق عليها أكده اللي هو ألف وكاف ودال وهي أوكي؟ طيب لو احنا ما خدناش احتياجاتنا بصورة كافية من هذه الفيتامينات الذوابة في الدهون معنى كده ان احنا هنتعرض لأمراض النقص الغذائي وان احنا بعد الشر في بعض الحالات ممكن تؤدي الى العمل الليلي او العمى ممكن تؤدي الى مشاكل كثيرة الى مشاكل في التمثيل الغذائي فاذا الزيوت ليس هناك اي غنى عن الزيوت عشان تاخد فيتامين ه على سبيل المثال مش هتقدر تاخده الا عن طريق الزيوت النباتيه فالزيوت النباتيه هي اغنى المصادر بفيتامين ه او اي باللغه الانجليزيه طيب اذا الزيوت بتحمل بتحمل الفيتامينات الذوبه في الدهون بتحمل ايه كمان بتحمل مصدر اساسي ومهم ولا غني عنه للاحماض الدهنيه الاساسيه احماض الدهنية الاساسيه اللي احنا بنسمع عنها زي اوميجا 3 واوميجا 6 اوميجا 3 اللي هو حامض دهني اسمه لينولينيك اسيد و... واوميجا 6 هو حامض دهني اسمه لينوليك اسيد الاحماض دي لو مش موجوده في غذائنا او ما اخدناش غذائنا كميه الدهون بصوره كافيه هتظهر علينا اعراض زي اكزيما والتهابات جلديه. اذا الدهون لا غنى عنها مش كده وبس الكلام ده مش كلامي، الكلام ده منظمه الصحه العالميه WHO اتش او قالت ان احتياجات الفرد الطبيعي من الزيوت والدهون في اليوم هي 30%. يعني انت لو احتياجاتك من الطاقه كلها 2000 سعر حراري محتاج من ال 2000 سعر حراري ده تاخد نسبه 30% كطاقه كيكون مصدرها الدهون يعني لو 2000 سعر حراري في 30% معنى كده هيطلع لنا قد حسبة 66 جرام من الدهون في اليوم الجرام من أو المعلقة من الدهون أو الزيوت هي حوالي 8 جرام يعني 8 في 8 ب 64 جرام أنا في الحقيقة بستغرب على بعض البرامج أو بعض الناس إنهم ينصحوا إن معلقة زيت واحدة في اليوم. معلقة زيت واحدة لا تسمن ولا تغني من جوع. كمية قليلة ولا تفي بالغرض وفي الحقيقة إنها مش هتقوم بالوظائف الحيوية للزيوت والدهون. زي ما قلنا إن الزيوت والدهون 30% منها احتياجات ودوت بيشكل حوالي 8 معالق زيت يوميا. طيب آه، ليه الدهون آه متهمه؟ الدهون متهمه لاني طلعت نظريه آه، اللي هي آه اكسده الاحماض الحامض الدهني اللي هو LDL. عندنا آه نوع من الاحماض الدهنيه بيسموه لو حضرتك بتعمل تحليل آه هتلاقي احماض دهنيه اسمها LDL او الليبوبروتينات آه منخفضه الكثافه. أه لما اللايبوبروتينات منخفضه الكثافه او ال LDL ديت بتبقى منخفضه عند الواحد أه آه سوري بتبقى مرتفعه عند الانسان أه مرتفعه بصوره كبيره معنى كده ان بيبقى الانسان معرض بصوره عاليه لامراض القلب والشرايين خاصه لما بترتفع عن 190 مللي جرام برديسلتر ده معناه ان الواحد ممكن يكون ات عرضه للاصابه بامراض القلب والشرايين فكمان الزيوت والدهون هي معرضه انها انها بتدي تسع سعرات حراريه يعني حوالي مرتين وربع سعرات قد اللي بيديه الكربوهيدرات والبروتين فاذا الدهون والزيوت هي مصدر مركز للطاقه فجه برضو الفكرة أن الزيوت والدهون هي مصدر للخطر وزيادة لوزن الجسم لكن لو إحنا اتحرمنا من الزيوت والدهون دي بصورة كبيرة معنى كده أن إحنا الجسم مش هيقوم بوظائفه الحيوية الزيوت والدهون مهمة لأنها مصدر للطاقة دي نمرة واحد ومصدر للفيتامينات الزوبة في الدهون ومصدر للأحماض الدهونية الأساسية هي كمان الجسم بيستخدمها ك بيستخدمها كمخدات او مساند يحفظ بها الاعضاء يعني الكلى مش عايش مش 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 لوحدها كده الكلى مسنوده بمخدات دهنيه فاذا الدهون لها وظيفه مهمه وحيويه ولا غنى عنها لكن الاسراف هو بس ده المشكله طيب ما تيجي النهارده نتفرج على التقرير بتاع النهارده دوت من الشيف هويد الغندور آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مره اخرى آه الحقيقه آه بعد التقرير اللي قدمته آه الشيف هويد الغندور آه هو حرك عصارات الهضميه في الحقيقه هو جميل جدا انا اول مره اشوف آه برجر تونه دوت آه هو جميل جدا آه كمان المكونات بتاعته آه نمره واحد فيها تونه آه التونه من الاسماك الدهنيه اللي بتحتوي على اوميجا 3 فاتي اسيد او الحامض الدهني من نوع اوميجا 3 الاوميجا 3 هو نوع من الاحماض الدهنيه لها التسميه سميت باوميجا 3 نتيجه التركيبه الكيميائيه بتاعتها الاوميجا 3 من الاحماض الدهنيه موجوده في الاسماك الدهنيه زي الماكريل زي السلمون زي التونة بتاع صنف النهاردة الأصناف دي أفضل أن الواحد يحصل على احتياجاته من أوميجا ثلاثة من المصادر الطبيعية أفضل بكتير من المصادر الدوائية ده لسبب إيه؟ بسبب أن المصادر الدوائية فيها كمية مركزة من أوميجا ثلاثة فاتي أسد بعض الأبحاث في الحقيقة بتقول ان الكبسولات اللي بتبقى عاليه جدا في اوميجا 3 فاتي اسيد ممكن تسبب عمليات حاجه اسمها عمليات فوق الاكسده وانتاج بعض المركبات غير صحيه في جسم الانسان. اذا كان عندنا هو الشيء الطبيعي زي الاسماك الدهنيه وهي مصدر لاوميجا 3 فاتي اسيد فده شيء عظيم. كمان في مصادر اخرى نباتيه هي غنيه باوميجا 3 فاتي اسيد. زي حاجة إحنا كنا بنستخدمها زمان وكتير من الأسر بدأت تنساها الحقيقة هو زيت بذرة الكتان زيت بذرة الكتان أو كنا بنسميه الزيت الحار هو غني بأوميجا 3 فاتي أسيد أو حامض دهني اسمه لينولينيك أسيد سو so, لينولينيك أسيد ده هو أوميجا 3 فاتي أسيد فموجود في الزيت الحار كنا زمان بنحط او بنستخدم الزيت الحار والبذور بتاعته في الاغذيه بتاعتنا وعلى السلطه الزيت الحار والبذور بتاعته في الاغذيه بتاعتنا وعلى السلطه كمان لان هي من الاغذيه اللي بتعمل على خفض نسبه الترايجلسترايد او الجلسريدات الثلاثيه فلو في حد عنده ارتفاع في الجلسريدات الثلاثيه بدون وصفه طبيه احنا بنقول له ان بذر الكتان هو مصدر ممتاز لللينولينيك اسيد اللي بيساعد على خفض الجلسريدات الثلاثيه ممكن يتحط في عجائن ممكن يتحط في بسكوتات ممكن يتحط في سلطه مترش على السلطه فاستخداماته كتيرة موجود برضو في السوبر ماركت اللي هي الهايبر موجود بزر الكتان موجود فيها فلو حب انه يتحكم في الترايجلسترايد بتاعه ممكن ده يساعده صنف النهارده برضو برجر تونا عجبني فيه اكتر من مكون من مكونات الجميله قوي في احد مكوناته بيحتوي على البصل سو البصل هو من الاغذيه اللي غنيه بمركب اسمه كورسيتين فاكرين مره لما اتكلمنا قلنا الكورسيتين ده بينتمي لعيله اسمها عيله الفلافونويدات الكرسيتين ده في الحقيقة كثير من الأبحاث ربطت بينه المأخوذ منه أو زيادة المأخوذ من الكورسيتين موجود في البصل موجود في الخضروات الورقية الخضراء موجودة في البرقوق المركب ده له علاقة بخفض أمراض القلب والشرايين حسب الأبحاث العلمية المنشورة برضو من الاشياء الجميله في في الوجبه بتاعتنا برضو بتحتوي على خضروات وبتحتوي على جزر الحقيقه الجزر من الاغذيه التي تحتوي على مقدم فيتامين الف انا بس عايز اصحح معلومه لأن البعض بيقول ان مثلا الجزر هو غني بفيتامين الف لا هو مش غني بفيتامين الف فيتامين الف مش موجود في المصادر النباتيه فيتامين الف موجود فقط في المصادر الحيوانيه زي ممكن الكبده ممكن صفار البيض لكن الموجود في المصادر النباتية هو مقدم فيتامين ألف بيسموه كاروتين والاسم العلمي بالتحديد ممكن يبقى بيتا كاروتين أو ألفا كاروتين الكاروتين لما بيدخل داخل الجسم بيتحول لفيتامين ألف فإذا الكاروتين ودات هي مصدر أو مقدم لفيتامين ألف الكاروتينودات ودات موجودة في الخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية كمان موجود في الخضروات الورقيه الخضراء الداكنة الخضرة. طب ازاي؟ يعني ازاي توجد في في الخضروات الداكنة الخضرة؟ لأنك لو أنت لاحظت البقدونس أو مثلا الجرجير، لو أنت سبته فترة يوم أو يومين ودبل هتلاقي إن تحت الصبغة الخضراء الكلوروفيل بتاعته صبغة برتقاني صبغة صفراء. فإذا هو الخضروات الورقية الداكنة الخضراء هي مصدر أيضا لمقدم فيتامين الف فيتامين ألف مهم للخلايا الطلائية ومهم لنمو الأطفال مهم لصحة العيون كمان من الحاجات الظريفة اللي عملتها الشيف هويدا غندور النهاردة إنها ما استخدمتش توستر يعني يجوالي إحنا بنستخدم توست توستر عشان نحط التوست فيه فهي استخدمت طريقة بديلة وبدأت تحط تشوح التوست في بعض الزيوت الحقيقة هو جميل دوت لكن أنا عايز أقول لكم برضو حاجة لأن زيت الزيتون الكثير من الناس بيقولوا أن زيت الزيتون لا يصلح للتحمير أو يصلح للتشويح الحقيقة لا الحقيقة بالعكس ده هو يصلح تماما للتشويح والتحمير أنتوا عارفين ليه؟ لأن التركيبة بتاعت زيت الزيتون معظمه بيحتوي على هاب دهني اسمه أوليك أسد الأوليك أسيد ده في ربطة زوجية واحدة الربطة الزوجية الواحدة دي غير قابلة لعملية الأكسدة أو درجة قبولها لعملية الأكسدة أقل بكتير من من الأحماض من الزيوت التانية زي زيت الذرة أو الزيوت الأخرى فإذا إحنا ممكن علشان برضو يبقى شيء صحي إن إحنا نستخدم مكان إن إحنا نستخدم بدل ما نشوح التوست في الزيت العادي ممكن نشوحه في زيت زيتون بيبقى طعمه رائع انا كمان شخصيا انا استخدمت زيت الزيتون وبحطه على الفول برضه طعمه بيبقى رائع جدا زيت الزيتون من القيمه الغذائيه بتاعته زي ما قلنا انه فيه اوليك اسيد الاوليك اسيد دوت بيساعد على ضبط الكوليسترول والناس اللي عندهم كوليسترول عالي من الافضل ليهم انهم يستهلكوا زيت زيتون بالرغم ان هو مرتفع في السعر دي مش عايزه كلام الوجبه بتاعتنا فيها حوالي 250 مللي جرام من الكوليسترول مصدره الرئيسي هو صفار البيض الصنف اللي عندنا برجر تونه من حيث قائمه الطعام لو احنا بنتكلم عن قائمه طعام بتتكون من طعام بتتكون من ستارتر او بادئ زي الشوربات والسلطات او بنتكلم عن مين زي الاطباق الطبق النهارده ده برجر تونه هو يعتبر مين او طبق رئيسي والبقية آه، القائمه في صنف الحلو هو الديزرت وبعدين الدرينك او المشروب آه، فصنف النهارده بيقع تحت قائمه آه، الاطباق الرئيسيه آه، جميل جدا الصنف دوت للاطفال والمراهقين والناس اللي بيلعبوا رياضه لان فعلا في كميه من السعرات كافيه انا في الحقيقه عايز اجرب طعمه لاني لأني انا بحب التونه لكن بيبدو ان رائحه التونه غير موجوده في في الصنف بتاع النهارده زي ما قالت الشيف هواد الغندور طيب تعالوا نشوف الاحماض الدهنيه او اوميجا 3 فاتي اسيدز اللي اتقال عليها ايه سو احنا قلنا جزئين الابحاث العلميه اشارت ان الاحماض الدهنيه خاصه اوميجا 3 فاتي اسيد او الحمض الدهني 3 ده انه مرتبط بانخفاض مستوى امراض القلب والشرايين طلعت كمان مجموعه من الابحاث بتناقض دوت وبتقول لا ده بالعكس ده بيزود عمليات فوق الاكسده وهو ممكن يعرض الشخص للاصابه بامراض القلب والشرايين. الحقيقه في تناقض في المنطقه ديت لكن مما لا شك فيه ان المصادر الطبيعيه اللي لاوميجا 3 فاتي اسيد من الاشياء الجميله عندنا الماكريل رخيص موجود في السوق ممكن نستخدمه في مشوي ممكن نستخدمه انا مش يعني بفضل قوي يكون محمر خاصه الناس اللي هم فوق سن ال 40 مشوي بيبقى رائع وحشوات كثيره بتبقى رائعه وجميله جدا. طبق السلطه من الاشياء الجميله ان احنا ممكن نكمل بيه الوجبه بتاعتنا، الوجبه بتاعتنا وجبه رائعه فيها بروتين مصدره التونه، في كربوهيدرات مصدره البقسماط. في مجموعة من الخضروات المطهية مصدر لبعض الفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية لكن هي مش يعني كميتها مش كبيرة الخضروات. فيها كمان كمية من الكربوهيدرات موجودة في التوست اللي احنا هناكل بيه البرجر تونة. في كمان من الحاجات المميزة انه هو في أوميجا 3 أوميجا 3 فاتي أسيد وهو إذا هو أحد الأحماض الدهنية الرئيسية التي لا غنى عنها. إذا ممكن نكمل الوجبة دي بطبق سلطة فتبقى كده وجبة رائعة ونتمنى لكم الصحة والسعادة ونتمنى إن الصنف دوت يكون حاز إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لكم.